في سؤال بيقول هل سيجف نهر النيل؟ الله أعلم، ربنا يستر. لا، بنعمة ربنا مش هيجف، بلادنا غالية عند ربنا. طبعا في بعض الناس بتحاول تفسر بعض الأمور بطريقة معينة، وده بيزعج الناس في رأيي. مش دايما تفسيراتهم، يعني بيركبوا بعض الآيات من العهد القديم على أمور حرفية سياسية بتحصل. هذا الاتجاه مش اتجاه أرثوذكسي عموما. سيجف نهر النيل، الحقيقة لا، هو احنا ممكن نكون المعاني بتاعت مية تنشف دي دايما معناها الروحانية تقل، دايما بناخدها بالمعاني الرمزية الروحية. ربنا يحفظ بلادنا وربنا يستر على أرضنا، ودينا بنصلي كلنا لمية النيل، وبنصلي للبلد وللرئيس وللسياسيين عشان نعيش في سلام وأمان مع جيراننا، كان أثيوبيا ولا ليبيا ولا إحنا عاوزين الأمان والسلام لبلادنا ولكل ولادنا. لكن ربنا يحمي البلد دي، لأنه طبيعي بلدنا غالية عند ربنا. ما تنسوش المسيح عاش في البلد دي 3 سنين ونص، ده ربنا له كل المجد. فبلادنا غالية، أمنا العذراء دي اللي إحنا مهيصين لها لله، دي أمنا العذراء إحنا غاليين عليها كمصريين بالذات، لأنها عاشت وسطينا 3 سنين ونص، لفت بلاد أنتم ما رحتوا ما رحناهاش كلنا، يعني بلاد بحري وبلاد قبلي واخداها على رجليها يعني. فإحنا لازم نفرح إن إحنا مصريين وأقباط، وربنا يحمي بلادنا.